الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأحمد ربي حمدا يليق عظيم سلطانه وجلال ربوبيته، أن أكرمنا بكرامة الإسلام، وأعزنا بعز الإيمان، وجعلنا حظ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. استوقفنا الزمن بقدر منه جل في علاه بيانا لشرط من شروط الإيمان، وهو أصل في المعتقد وكمال في المطالعة لله الواحد الديان. وكان الحديث عن المحبة في الله سبحانه جل في علاه، وبيان هذا الشرط من الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الضياء المقدسي رحمه الله: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومع شرط آخر من أعمال القلوب التي بها القيادة والكرامة لما تبع لها من الجوارح، إذ هي أصل من أصول الدين، فبه الكمال في العبادة، وبه العز في المطالعة، وبه تسمق النفس كرامة ومحبة وقربا إليه جل في علاه على ما أهلت منه سبحانه وتعالى فقها وتدبرا في معنى القرب إليه بصدق التوجه إليه. قال ابن القيم رحمه الله في هذا القسم الذي سنندر حوله إن شاء الله تعالى: هو نصف الدين. قال: فالدين إنابة واستعانة، فالإنابة هي العبادة، وهي ما يؤوب به القلب إلى الله على بصرة الشرع، والاستعانة هي صدق توكل قلب العبد على الرب، وهو الذي ننذر حوله، وهو الذي يصطلح عليه بالتوكل على الله. فالتوكل نصف الدين بمقتضى الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا عون إلا عونه سبحانه وتعالى، ولا توفيق إلا توفيقه جل في علاه، ولا سداد ولا رشاد إلا من يسر له السداد والرشاد سبحانه جل في علاه. وبه الكرامة فيما تنجلي به الكرامة في العبادة، ولذلك قارنه الله عز وجل في ميزان هذا الشرع القويم بقوله جل في علاه في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تتحقق العبادة إلا بالمذلة والخضوع له وحده، ولا يتحقق الكمال في الصدق اعتماد القلب إلا بطلب العون منه جل في علاه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: التوكل نصف الدين، فالدين إنابة واستعانة. وجعله الله شرطا من شروط وكمال الإيمان في قوله جل في علاه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. فشرط الإيمان وحده صدق اعتماد القلب عليه وحده. وتجلية هذا الأمر لا بد أن تتحقق مع شرطها الأول، وهو صدق توجه العبد إلى ربه، أي إخلاص الوجه إليه، تفويض الأمر إليه، وإلجاء الظهر إليه، والخضوع بين يديه، والمذلة له وحده. ثم تأتي الكرامة التي ذكرنا في سابق مجالسنا، معها محبة تامة كريمة لا تتحقق معها أي محبة في الاختيار
إذ هي السامقة في الحب كله، وسميت كما سماها علماؤنا الأخيار كالخطابي رحمه الله في بيان وشرح الأحاديث على صحيح البخاري وغيرها، محبة الاختيار ليست محبة الطبع، فمحبة الطبع قسم بين جميع الخلائق، ومحبة الاختيار سابقة في نفوس أهل الإيمان، وبها الكرامة بالقرب إلى الديان في مقام الإحسان، وعليه سنبين إن شاء الله تعالى في نظيرتها الأخرى، وهي صدق اعتماد القلب في التوجه إلى الله تعالى والاستعانة به وحده، وإلجاء الظهر إليه لا لسواه، وهو التوكل عينه. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديثا عجيبا، وفيه من درر وثمار الكرامات تجلية بما كان من الغيب للأمة رحمة منه سبحانه وتعالى لهذه الأمة أولها وآخرها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه غرة دون العشرة، أي جماعة دون العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. هذا يوم تعرض الأمم على الله جل في علاه، من أول الخليقة التي ذرأها الله تعالى في الدنيا إلى آخر نفس قامت عليه الساعة. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جلاه الرب جل جلاله له كرامة واصطفاء، أمر غيب وحيا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، أي رأى الأمم ورأى الأنبياء الذين ذرأ الله عز وجل في الأمم. وأشهد الله على ما أقول، هذا الحديث استوقفني وأنا أتكلم عن بني الصغير في أمر يهم متابعة الخلق لأهل التفاهة في هذا الزمن، وهذا البني لا زال في مستوى الابتدائي. فقال لي: إن الذين يدعون إلى التفاهة المتابعات والمشاهدات بالملايين، والذين يدعون إلى الخير وإلى الفضل معهم قلة القلة. أقسم برب العزة ذكرت هذا الحديث، قلت له: يا ولدي لا يضرك هذا الأمر، بل تعز به إن كنت على الحق، لنربي أبناءنا على هذه الخيرية والكرام. فالعبرة ليست بالكثرة التي هي كغثاء السبيل أعزكم الله، بل كالذقل من البقل أو الذقل من التمر، وهي التي يزهد أو تزهد الدواب في أكلها، والذقل هو ما يرميه الناس من زروعهم أو من تمرهم، أي الرديء. بل قد يوزن الرجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمئات بل بالألوف إن كان على حق. فقلت له: يا ولدي إن كان النبي يبعث يوم القيامة في قومه ليس معه أحد، هل يضرنا في زماننا هذا ألا يتابع الناس أهل الخير والفضل؟ والله ما يضرنا. أين نحن من الأنبياء الذين ذرأهم الله في أقوامه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم ورأيت النبي ومعه الرهط، ما معه من أمته إلا عشر، دون العشر تسعة وما تحت، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، أي لم يتبعه من قومه إلا رجل واحد أو رجلان. قال: ورأيت النبي وليس معه أحد، يبعث لوحده يوم القيامة، ما تبعه أحد من قومه. فهل يضرك بعد ذلك من تبع أهل السفالة والسفول والتفاهة ومن شاك لهم عياذا بالله؟ فلا يضرك ذلك وأنت تطالب ربك وإن كنت وحدك على الحق. هذه عزة الإيمان، هذه سموق في مطالعة الرحمن،
الأنفة في دين الله عز وجل التي لا تضاهيها أي أنفة أو عزة في الوجود إلا بمطالعة من خلق وبرأ سبحانه جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى مما ذرأ الله عز وجل من الأنبياء وما بعث فيه من الخلق وما تابعهم من الخلق، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذ أرد إليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي إنه موسى وقومه. السلام عليكم. فقيل لي إنه موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا أنا بسواد عظيم. فقيل لي: إنها أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وترك الصحابة فخاضوا في أولئك 70,000. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخوضون في أولئك الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سبقك بها عكاشة. هذا الحديث جل فيه أهل العلم من الكرامات في باب المعتقد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بصدق واعتماد القلوب على الله جل في علاه بكمالها وإحسانها، مطالعة تصل إلى مراقي الإحسان وهي أعظم مراقي الإيمان. وقالوا: ومن الثمار التي يستجليها أهل الحديث بيانا أن الصفات التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك ليست محرمة، وإنما المحرم هو التطير
والتطير هذا كان في الجاهلية من التشاؤم، فإذا خلى الرجل من بيته يريد السفر ورأى الطائر يجنح بشمال طريقي رجع إلى بيته ظن أنه ستصيبه مصيبة، وإن جنح الطائر إلى جهة اليمين أخذ ركبه وسار في الطريق، وهذا لا أصل له وإنما كان في معتقد أهل الجاهلية فنسفه الإسلام. أما الرقية فهي من الأمر المحمود في الإسلام، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى صحابته وأمر بالرقية وبين كرامتها وحسنها في الإسلام، فهي من الأمر الذي كذلك تستجلي فيه كرامة القرب إليه سبحانه وتعالى بأن يرفع عنك ما نزل بك، ولا يرفع إلا بأمره سبحانه جل في علاه، فهي الدعاء مطالعة لله سبحانه وتعالى وهي العبادة. لكن قال العلماء وهذا لا يستجلى منه تحريم الرقية وإنما تحقيق كمال التوكل، وبعض المحدثين قالوا هذه الزيادة يستلقون هي زيادة في الرواية وليست أصلا، وعلقوا عليها بما جاء من الأسانيد في باب الاعتبار بالمتابعات والشواهد للحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن الكمال الذي جاء بيانا في الوصف لهائل هذه الزمرة وهم 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على اختلاف ما قال الشراح وعلماء الأصول في باب مفهوم العدد أن العدد لا مفهوم له، أي أن هؤلاء 70,000 وإنما جاء العدد من باب التقريب في بيان جنس وصفة هؤلاء الزمرة. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يرقون ولا يستقون، أي لا يأتون إلى طلب الرؤية في بابها لاستدفاع ما نزل بهم من الضر والأدواء وغيرها، ولا يتطيرون ويتشاءمون في هذا الأمر، وإنما يصدقون بقلوبهم في اعتمادهم على ربهم وحده وعلى ربهم يتوكلون. فقالوا أعظم الثمرات بيان كمال الإيمان بترك هذه الأمور بكليتها وإلجاء النفس بكليتها إلى من خلق أوضاعها. قالوا ودليل ذلك ما أخرجه كذلك البخاري في صحيحه ومسلم كذلك في كتاب الحج أن صحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أصابه من داء البواسير مرض شديد، فكان يصبر على أذى المرض، فكان يمشي في الطرقات فيسمع تسليم الملائكة، فلما أجهده المرض اكتوى، أي اكتوى بالنار ليستدفع عنه ألم البواسير. قال فانقطع عنه تسليم الملائكة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ترك الكي فرجع إليه تسليم الملائكة. قال العلماء وهذا القسم من الكرامة لقسم من الصحابة دليل على صدق اعتماد القلب على الله وحده، ودليل وجه الكمال في ماذا؟ في صدق توكلهم على ربهم وحده سبحانه وتعالى. والتوكل بهذا الأمر هو قسم من مراقي الإحسان وهو أعلى مراتب الإيمان، ولذلك فجاء في الأمر بيان خاصة الخاصة من الصحابة وكان فيهم عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. هذا التوجيه في باب البيان والفهم في مراد النبي صلى الله عليه وسلم ببيان صفة هذه الزمرة الطيبة المتوكلة على الله، لأن هذا قسم عظيم من قسم الإيمان، فلا يظنن أحد أن التوكل على الله سبحانه وتعالى إنما هو نفل في الدين، بل هو من أعظم القربات إلى الله جل في علاه، لأن فيه تحقيق الكمال لله وحده، وفيه صدق الاعتماد عليه وحده، وفيه تحقيق كمال توحيد الرب جل جلاله في النفس مطالعة للرب جل جلاله. ولذلك يعجبني ما قاله صاحب تاج العروس في بيان المعنى الزبيدي رحمه الله، قال والتوكل هو ترك ما في أيدي الناس والثقة بما عند الله وحده. هذا الأمر عجيب جدا، قال الثقة بما عند الله واليأس، هذا هو قوله الثقة بما عند الله تعالى واليأس مما في أيدي الناس.
هذا الأمر تتغاير فيه قلوب كثير من الخلق. لماذا؟ قد تجد الرجل يتسمت بسمة الاستقامة، والمرأة كذلك بسمة الاستقامة والصلاة، وفي باب الرزق أو المدافعة بين الخلق أو ما ينزل من البلاء أو غيرها من الأمور التي تقع بها الكراهة بالاستثناء في النفس، تتغاير أحوال الخلق، فيظن كما قلت بادئ ذي بدء أن من التزم التزام الملتزمين واستقامة المستقيمين ظاهرا لا باطنا. أشير إلى هذا الأمر لأن الاعتبار على الأمر الظاهري ليس هو مناط معنيه الأمر باطنيا، إذ المناط على ما كان باطنيا هو الأقوى، لأن انبعاث القلب وانجذاب الإرادة إلى الله عز وجل بالمحبة وصدق الاعتماد عليه لا يرى ظاهريا وإنما هو أمر باطني. قد يتردد حاله في اعتقاد أن الأمر لن يقضى إلا على يد فلان، فتزل قدمه عيالا بالله مزلة وذلة ما بعد أذلة، وإنما الأمر في ذلك أن يطلب السبب على يد الخلق مع اعتقاد أن الأمر بيد الله وحده. ولذلك جاء الخطاب القرآني موجها إلى الصفي صلى الله عليه وسلم وإلى الأمة تبعا إلى أن تقوم الساعة، وتوكل على الحي الذي لا يموت فكل الناس يموتون. وقد يشعر الإنسان حظا في نفسه عند فلان بأنه الذي سيقضي هذا الأمر، وهو الذي سيدفع هذا الأمر، وهو الذي سيحل هذا الأمر، وهو يا يعلم أن فلانا مثله لا يستطيع أن يجلب نفعا فضلا أن يدفع عن نفسه ضرا أو مضرة، بل لا يملك لنفسه علم انقضاء أجله، فكيف يجمع العزم في القلب على الاعتقاد أن فلان هو صاحب الأمر؟ بل قد يكون في الصدارة وفي الوجاهة وفي القوة وفي المنعة أن يقود جيوشا على الأرض ولا يملك لنفسه دفع مضرة عن نفسه، فكيف يدفعها عن غيره؟ هذا هو معتقد المتوكلين، أن الأمر كله بيد الله وحده جل في علاه. ولذلك ما من نبي وما من رسول على ما ذكروا في القرآن الكريم إلا وبين الحق سبحانه جل في علاه لصفيه فيما أوحى إليه ولأمته من بعده أن صدق اعتماد الزنة الصفوة من خلقه وهم الأنبياء والرسل كان في أشد الأوقات صعوبة عليهم وعلى أقوامهم، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على العالمين. بل إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام تجمع في الأرض من الحطب وجذوع النخل وفروع الشجر ما يحاط به كيدا لتقام نار ما أشجت مثلها في تاريخ البشرية، وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم نخسرين. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما أرادوا أن يدفعوه إلى النار قال كلمة واحدة، قال حسبي الله ونعم الوكيل، لكن ما قاله إبراهيم عليه السلام وهو منبثق من صدق معتقد قلبه مطالعة لربه، وما جاء في القرآن بيانا في قصة إبراهيم عليه السلام هذه الأمة ليس من بيان القصص القرآني للتسلي أو الاعتبار بما وقع في الأزمنة الغابرة زمن إبراهيم عليه السلام، وإنما ليكون قسما وحظا في عقيدة آخر الأمم التي أنزل فيها هذا الوحي القرآني وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما جمع الناس
للنبي صلى الله عليه وسلم أي في غزوة بدر، قال حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها إبراهيم عليه السلام لما جمع قومه النار ليطرحوه فيها، فبين كرامة ما جمع بالقسم في المعتقد بين محمد صلى الله عليه وسلم وآخر الأنبياء والرسل وآبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فكانت الكلمة المسطورة في الوحي المنزل قولهما حسبي الله ونعم الوكيل. بل من أروع ما جاء ببيان صدق اعتماد قلب إبراهيم عليه السلام في هذا الأمر الرواية التي جاء فيها جبريل عليه السلام فيقول يا إبراهيم ألك حاجة، أي أتسألني حاجة وأنت في هذا الموقف؟ فيقول إبراهيم عليه السلام فأما لك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. ومعلوم أن جبريل عليه السلام من أعظم الملائكة مهابة. لا ننسى أن ذلك وقع زمن إبراهيم عليه السلام في قوم لوط في عمورية وسدوم، لما جعل الله عز وجل عاليها سافلها. أخرج الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وفي تفسيره أن جبريل عليه السلام ضرب أرضهم بجناحه، وإن كانت الرواية تكلم فيها التفسير، فانقلب عاليها سافلها، بل سمع حتى دنت من السماء الدنيا، فسمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وصياح صغارهم وبكاء نسائهم. فهذا أمر كان بضربة جناح ملك من الملائكة وجبريل عليه السلام، ويقف عند إبراهيم عليه السلام في أشد الأوقات صعوبة في الأرض، وهو القسم من الابتلاء الذي لا تجد له نظيرا إلا في الأنبياء والرسل. ثم يقول إبراهيم خليل الرحمن أما لك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. أقول حتى لا أذكر بها وأنساها، فقسم الاعتقاد بالرب قديرا مقتضاه التوكل. لا تنسى هذا الأمر عندما تتدافعك الأهواء أو المدافعات بين الخلق أو وقوع الظلم عليك. فإن وقع الظلم عليك فعليك أن تعلم أن ما وقع عليك قد علمه الله عز وجل قبل أن يقع عليك، وما وقع عليك لن يستدفع إلا بأمره جل في علاه، وما وقع عليك لن تضيع فيه يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل، بل بموعوده لن تضيع فيه في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. وفي رواية عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهم الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين، أي الظلم. لكن المظلوم الذي يقع عليه الظلم فيفسد معتقده وينخرم إيمانه فيطلب أن يرفع عنه الظلم من غيره، فقد وكل إلى نفسه. قال العلماء ومن وكل إلى نفسه تركه الله إلى نفسه، وهذه أصعب مصيبة من مصيبة الظلم. وقال رب العالمين ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا الليلة أن يثبتنا على دينه ما بلغ الليل والنهار، وأن يجلي لنا الخير قربا إليه ما بلغ الليل والنهار، في صدق معتقدنا مقارعة إليه بما بعث به نبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا صفيه محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى به نبينا عمته ورسولنا رسالته. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين. سبحانك يا من عجز عن وصفه الواصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.